حمض الفوليك هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، وينتمي إلى مجموعة فيتامينات باء المعقدة، ويعرف أيضا بفيتامين B9. إنه فيتامين أساسي، مما يعني أن أجسامنا لا تستطيع أن تصنعه بنفسها. حمض الفوليك يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب ومنع الطفرات الخلوية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. ولكن ما هي أضرار حمض الفوليك؟ حمض الفوليك هو آمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم، ومعظم البالغين لا يعانون من أي آثار جانبية عند استخدامه بجرعات أقل من 1000 ميكروغرام يوميا. وقد تؤدي الجرعات العالية من حمض الفوليك إلى تقلصات في البطن والإسهال والطفح الجلدي واضطرابات النوم والتهيج والارتباك والغثيان واضطرابات المعدة وتغيرات السلوك والنوبات والغازات وغيرها من الآثار الجانبية. وهناك بعض القلق من تناول الكثير من حمض الفوليك لفترة طويلة من الزمن، لأنه قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول حمض الفوليك بجرعات عالية قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. وتشير أبحاث أخرى إلى أن تناول هذه الجرعات العالية قد يزيد أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان البروستاتا. كما أن تناول حمض الفوليك بجرعات عالية أثناء فترة الحمل، فإن الجسم يكتفي بما يحتاجه وتتراكم كميات متبقية تؤدي إلى مشاكل قد تظهر على الطفل بعد الولادة، منها الإصابة بالتوحد، كما قد يؤثر على القدرات الذهنية للطفل. وقد تؤدي الجرعات العالية في بعض الأحيان إلى الإصابة ببعض أنواع السرطانات، مثل سرطان البروستاتا عند الرجال. فقد أوضحنا أن تناول حمض الفوليك قد يقي من الإصابة ببعض أنواع السرطانات، ولكن في حالة الإسراف فإنه قد يأتي بنتائج عكسية غير مرغوب فيها. عادة ما يتناول الشخص حمض الفوليك مرة واحدة في اليوم، ولكن في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى تناوله مرة واحدة في الأسبوع. ونادرا ما يتعرض الشخص لأعراض جانبية مع حمض الفوليك، لكن بعض الناس يشعرون بالمرض أو يفقدون شهيتهم أو يشعرون بالانتفاخ، وعادة ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة ولا تدوم طويلا. ويمكن لمعظم البالغين والأطفال تناول حمض الفوليك، ولكن رغم ذلك فإنه ليس مناسب للجميع. وللتأكد من أنه آمن بالنسبة لك، أخبر طبيبك قبل البدء بحمض الفوليك إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين B12 أو فقر الدم، أو كنت مصاب بالسرطان، أو كنت تخضع لجلسات غسيل الكلى. وعلى هذا كله يجب على الفرد أن ينتبه للجرعة التي يتناولها من حمض الفوليك. فحمض الفوليك هو كغيره من الأدوية والتي يجب تناولها تحت إشراف طبي متخصص، وإلا قد يتعرض من يتناوله إلى العديد من المشاكل الصحية التي لا يحمد عقباها.